مشاهدينا الأعزاء في كل بيت وفي كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج روح الشعب. هكون معاكم أنا خالد سعيد بشكل يومي بشكل أسبوعي، وبرنامج روح الشعب هيكون صوت الشعب وهيعبر عن كل ما يهم المواطن ومصلحة الوطن، وهنستضيف خبراء في كل مختلف المجالات، وهنقدم لكم أهم النصائح والتحليلات في مختلف القضايا الموجودة على الساحة. وخلونا في البداية ناخدكم لجولة لأهم الأخبار الموجودة على مدار الأسبوع. ومعانا الخبر الأول هو خبر وبشرى في نفس الوقت. أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح جديد بمدينة 6 أكتوبر. الطرح عبارة عن 12 محل تجاري زائد صيدلية بمساحات تتراوح من 20 متر إلى 40 متر. شراء كراسة الشروط من جهاز مدينة 6 أكتوبر بمبلغ 299 جنيه. تعد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 6/9 القادم، ويتم سداد تأمين بقيمة 25,000 جنيه. طبعا فرصة كويسة جدا للي محتاج محل تجاري أو صيدلية، وطبعا الطرح عن طريق مزاد، والمزاد زي ما قلنا لحضراتكم يوم 6/9 القادم، ودخول المزاد لابد من دفع تأمين 25,000 جنيه. ومعانا الخبر الثاني هو خبر فني. صرح المخرج بيتر ميمي من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك بأن فيلم بيت الروبي هو الفيلم الأعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية. طبعا الفيلم بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز، وكمان نجوم العمل الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة نور. والفيلم من إخراج بيتر ميمي وإنتاج تامر مرسي وأحمد بدوي. وطبعا إن الفيلم يحصد أعلى الإيرادات في تاريخ السينما، فده إنجاز كبير لصناع وأبطال العمل. كمان معانا خبر فني. الفنان كريم عبد العزيز أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن عمله القادم في دراما رمضان 2024، وهو مسلسل الحشاشين. المسلسل من إنتاج شركة المتحدة وإخراج بيتر ميمي وسيناريو عبد الرحيم كمال. نتمنى عمل قوي ومختلف والنجاح المنتظر بإذن الله. الخبر الأخير اللي معانا النهاردة، انخفاض أسعار الحديد في السوق السوداء بعد ما كان طن الحديد وصل ل 43,000 جنيه. بدأ في الانهيار بداية من شهر أغسطس. استقر سعر حديد عز في سوق الحديد للمستهلك 33,000 جنيه. وأعلن حديد عز عبر موقعه الرسمي بأن سعر أرض المصنع 32,135 جنيه، أما للمستهلك 33,300 جنيه. وأسعار الحديد الاستثماري تتراوح في السوق ما بين 31,000 ل 32,000 جنيه. طبعا السعر إلى حد ما أصبح معقول مقارنة بالشهور الماضية اللي وصل فيها طن الحديد ل 43,000 جنيه. وبننصح كل اللي محتاج يبني ياخد الخطوة قبل ارتفاع الأسعار مرة أخرى. وبكده تكون انتهت جولة الأخبار الأسبوعية. هنطلع لفاصل سريع ونرجع نناقش معاكم في أهم المواضيع الموجودة على الساحة. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. معانا كام موضوع النهاردة، ولكن هناخد مداخلة هاتفية الأول من الممثل الصاعد اللي مكسر الدنيا على السوشيال ميديا، الممثل رمزي بلال. أهلا بيك يا رمزي. أهلا وسهلا يا فندم. طبعا أنت مكسر الدنيا على السوشيال ميديا بأعمالك، فعايزين نعرف منك إزاي بدأت في مجال التمثيل. والله هو الأول ربنا سبحانه وتعالى بيدي لكل واحد موهبة. طبعا طبعا. يعني جيت انا اكتشفت الموهبه ديت، يعني انا من صغري بحب التمثيل. طبعا انت موهبه كبيره في تقليد النجوم، هتقلد لنا مين النهارده يا رمزي؟ والله في كتير عايزين
عايزينك تقلد لنا كده صوت نجم من نجوم الفن. تمام ماشي، ممكن مثلا محمد رمضان. تمام تمام ماشي تمام. عمر ما نسيت حرف من الله الاولى، ابو عم الله يرحمه، دلت مامتنا علمه الله فتحنا دير الفقر، قعدت معاه اخر 3 ساعات قبل ما يموت، كان وقتها كان قام دوره في السرير يا عم، تقولش شاب في الثلاثينات، حط ايده على كتفه وقال لي خليك زي القبر يا رفاق، سرك ما يطلعش بره. اداء فوق المتفوق. حبيبي يا غالي، انا سامع انك انت بتقلد بوحه كمان، ممكن تقلده لنا يا رمزي؟ ايوه بوحه واللمبي طب ادينا فقره كده. بوحه ماشي، بوحه السلام عليكم يا بلانتين، وصبح صبح يا عم الحاج، وربنا وليلة الملامة كده، وربنا والناس هنا، بص هنا في القناة دي صحة وجمال، والمذيع المحترم الأستاذ، وكل سنة وأنتم طيبين، وسنة سعيدة عليكم يا رب، السلام عليكم بقى، وخش على الليمبي يا بلانتين. يعني نتكلم عن الشرب الفضل، يعني العلم الكوري نزل في القصة كلها، يعني نزل فيه لانه وسط العلم اللي فرد الكوتس، يعني شوفوا لهم يعمل لهم سندوتشات حلوة بالقصة. أداء فوق الممتاز يا أستاذ رمزي. حبيبي يا بني. في النهاية الممثل رمزي بلال هدفه وحلمه الوصول لفين؟ والله هدفي في الوصول، نفسي امثل، نفسي اوصل لحد، نفسي اطلع مع اقابل مخرج، نفسي ان انا اوصل في المشوار. احنا بندعمك هنا يا استاذ رمزي. حبيبي يا فندم، حبيبي. عايزينك بقى تقلد لنا حاجه اخيره يا استاذ رمزي. حاجه اخيره ماشي، مثلا اجيب لك تفتح ماشي ماشي، رياض البنطلون، رياض المنطلون، رياض المنطلون، يعني أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. أحب أقول لكم إن السجن هنا التزام، تلتزم بالقوانين تبقى صاحبي حبيبي، تغلط يا ويلك يا ويلك ويا سواد ليلك، همسكك أعاصرك، أنزل منك مساجين صغيرة، هتقولي الكلب ده هتقول على مكتبي. اديني قطاطه بقى، قطاطه، عايزين حته القطاطه. ماشي. يا حبيبي مش الوسخ، مش عشان الوسخ الجنيه شجاره، انت مالك ومالك في بيت وبنت وبنت يا سعد حميد، انا ما شعري صفراء يا وان. شكرا جدا يا رمزي، شكرا، وسعيد جدا بمداخلتك معايا النهارده. الموضوع بقى اللي معانا النهاردة هو تأثير نتيجة الثانوية العامة على الطلاب. معانا فيديو لطالبة وهي بتقص شعرها لأنها غير راضية عن نتيجة الثانوية العامة، والفيديو معانا على الشاشة اهو. طبعا اللي دفع البنت تعمل كده أكيد ضغط نفسي كبير من اللي حواليها. يا جماعة الثانوية العامة عمرها ما كانت نهاية العالم ولا هي آخر الدنيا، يعني بالعكس دي البداية، بداية إنك تحرك نفسك ناحية الأفضل. أنت شوف نفسك هتكون فين أو في مجالك اللي هو خلاص بقى ده مجال هيبقى تستمر فيه وربنا اختاره لك، وطبعا ربنا لازم يختار لك الأفضل، وربنا بيكون عارف مصلحتك. فما ينفعش اللي بيحصل ده او انك انت تقعد مع نفسك وتتعقد على نتيجة ملهاش قيمة في المجتمع، مش نتيجتك اللي هتقيمك. يعني انت لازم تكون عندك هدف وعندك شيء يميزك عن غيرك. والموضوع التاني معانا مداخلة هاتفية من المبتهل والمنشد الجميل مصطفى محمد، بس مش جاهزة دلوقتي طبعا، هندخل في الموضوع التاني. نصيحتي بقى للناس اللي سابت البلد وقاعدة تشتم وتغلط في البلد من
خارج مصر. احب اقول لك انت بتغلط ليه وازاي، ومن حقي ان انا اسالك السؤال ده لان ده وطنك اللي انجبك. مهما مرت السنين والايام محدش هيستحملك اكتر من وطنك. انت قاعد غريب في وطن غريب، يعني قاعد في بلد لو تعثرت فيها الاحوال يوما ما هيطردوك. ما انت قاعد عليهم طبعا بتاكل وبتشرب ويعني بتهدر مواردهم الاقتصادية، فأي تعثر في البلد دي طبعا انت هتبقى من اول الراحلين وهترجع لوطنك اللي له الحق عليك، لان الوطن ده لازم نكون عارفين قيمته. ما نقعدش نشتم من بره ونهزق وتاخد يعني اموال زائفة علشان تشتم وطنك، يعني الوطن لا يقدر بتمن. فانت كده كده راجع لوطنك في يوم من الايام اذا كنت حي او ميت. لا تتنافسوا وراء جماعة خونة، يعني انتوا ما يعني ما تمشوش وراء جماعة خونة وتنساقوا وراهم من اجل ان تفتش في وطنك وتسب في وطنك. وانا بقول النصيحة دي علشان احنا كبلد في اعلى المراتب. مصر حاليا هي البلد الام للامة العربية، ومصر هي ام العالم العربي، وان الوطن ده ليه فضل علينا وليه خير علينا، فلازم نحس بخير الوطن ونشعر بيه. ولازم يكون عندنا مبدأ ان الوطن ده مهما عمل فهو الوطن. ومعانا مداخلة هاتفية للمنشد مصطفى محمد. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيك يا منشدنا الجميل. خلينا نتعرف، ازيك انت عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. بداية مجالك في الانشاد الديني يا استاذ مصطفى. الحمد لله رب العالمين، حصلت على اول مستوى جمهورية 3 مرات في الانشاد الديني في مسابقات المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا. عايزين نسمع منك حاجة جميلة يا استاذ مصطفى. ماشي. اولا انا اسمي مصطفى محمد عبد الكريم لبيب من زاوية السلطان محافظة المنيا، وهقول ان شاء الله ارتهال للشيخ محمد عمران، وهقول انشد ان شاء الله. اتشرفت بوجودك معايا والله يا استاذ مصطفى. اتفضل معاك يا استاذ مصطفى. سبحان من عانت الوجوه لوجهه فهو الكريم، فهو الكريم يجيب من نادى، اطلب بطاعته رضا، اطلب بطاعته رضا، فإنه بالجود يعطي طالبين رضا. صلى الإله على النبي وآله والمقتدين به ومن
ولا ان شاء الله. شكرا شكرا ليك يا استاذ مصطفى، بجد صوت اكثر من روعه والله. شكرا ليك يا استاذ مصطفى معانا. وبكده مشاهديني تكون انتهت حلقتنا النهارده، اشوف وشكم على خير في برنامج روح الشعب، ان شاء الله هيكون برنامج كل مواطن، انتظرونا في لقاء اخر على شاشات قنوات الصحه والجمال.